التوكل هو صدق الاعتماد على الله. يعني بعض الناس يريد يحفظ القرآن، طيب هل أنت صادق؟ يقول أنا صادق والله لست بكاذب في اعتمادي على الله، لا أعتمد إلا على الله. Yani tawakkul inagawanyika kwa nini? Allah subhanahu wa ta'ala hivi ana mtu, yani ukimuuliza, yani unataka kuhifadhi Qur'an, anakuambia mimi nataka kuhifadhi Qur'an. الثاني الثقة، يعني يقول أنا واثق 100% أن الله سبحانه وتعالى ميسر لي حفظ القرآن، ما أشك في هذا طرفة عين. Yani ya pili ni ile ya kuwa na thika, yani Mwenyezi Mungu nakubali kwamba naweza kufanya kila kitu. الثالث الأخذ بالأسباب المشروعة، تريد تحفظ القرآن؟ نعم، ماذا تصنع؟ قال أنا في كل يوم أحفظ، في كل يوم أراجع، في كل يوم أعرض على الشيخ ما حفظت وما راجعت. Yani ya tatu ni kufanya sababu sasa. Sasa mtu akisha tawakkul, anafanya tawakkul, mtu alishafanya ile thika, anajua kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ndo anaweza kumhifadhisha ile Qur'an. Sasa unafanya nini kwa kuhifadhi ile Qur'ani? Kila siku mtu anasoma Qur'ani, kila siku mtu anafanya muraja, ndo hiyo itakufanya, hiyo ndo sababu sasa. Naam. Idhan labud fi tawakkul min thalathati ashya: sidq la kadhib, wa yathiq la yashuk, ويأخذ بالأسباب المشروعة. يعني توكل إنك ما نيك أي تويتاتو نقواجا نصدق يعني ونجوا قوم بالله سبحانه وتعالى ندو أنا يفني أنا يعني هكونا مينجيني تكفني أيو نقواجا نثقة يعني مت نكبالي قوم بالله سبحانه وتعالى ندو أتكو إذا كوفيكي كيله نكفني أساس السبب يا كيله كيتو. ومن يتوكل على الله فهو حسبه، يعني الذي يتوكل على الله سبحانه وتعالى يكفيه الله سبحانه وتعالى كل شيء والله أعلم. نمتو أتكي الله سبحانه وتعالى أنا أتكي توكلك الله سبحانه وتعالى أنا جو الله سبحانه وتعالى دو تمتين دي يوتي ويو الله سبحانه وتعالى دو يعني يكفيه.